مبتدا.com ادفرتايزنج وماركتنج وبابليك. تعال معايا تعال معايا. يعني كان ده التخصص بتاعي، وكنت الحقيقه يعني لو ما كنتش غنيت كنت ناوي ان انا اشتغل في مجال الاعلانات، وكان علاقاتي عشان بجيب فلوس يا زيليا. يعني هو بفلوسه حلوه لذيذه يعني كرييتيف. انت بتشوف كرييتيف. لا وبعدين كان كمان علاقاتي كويسه قوي في المجال ده، كان تقريبا كل قرايبي واصحابي وكل الناس بتشتغل في المجال ده يعني، وجامدين جدا في المجال بتاع الاعلانات. ساعتها في اعلانات مثلا نزلت كانت انت عاملها او حاجه؟ لا خالص، بس انا يعني بقول لك ان كانت الخطه زي جل زحلقه جوده. لا الحمد لله ما حصلش. يعني ازاي ما حصلش؟ بس انا يعني كان دي كانت خطتي. فلما دخلت بقى الغنى طبعا نسيت الخطه دي، وبعت كل احلامي الاعلان بتاعت الاعلانات. دخلت الغنى ازاي يعني؟ مين اللي قالك كنت صغير يا عسيري انت صوتك حلو؟ لا هم ما حدش قال لي صوتي، انا اللي كنت مقتنع ان صوتي حلو اصلا، وكان كل الناس بتقول لي صوتك وحش. والله. طب كنت بتغني في رحلات بتاعه المدرسه؟ بغني في حفلات بتاعه المدرسه الاغاني بتاعتي انا. سيريسلي؟ فاكر حاجه؟ اول اغنيه عسيري غناها على حفله المدرسه اللي هو غزم واقتدار. بص يا جماعه، اول اغنيه مش هقدر اغنيها قوي دلوقتي لان هي كلامها يعاقب عليه القانون، كلامها مش لايق على بعضه خالص، وكان اسمها اوف كورس، وكانت بتقول اول حاجه اوف كورس اي لاف يو. وكنت في اولى اعدادي عشان ما حدش يظلمني، فالجرامر في الكنافه كنت بحاول اجيب اي حاجه بترايم فيعني حاجه تليق على بعض يعني زي بالظبط اي مثلا غنيها زي ما كنت بتغنيها بالظبط. يعني بص هقول لكم اللحن. اوف كورس اي لاف يو، اوف كورس اي لاف يو، بعدين ريد ماي ليبس ريد داري بي ريد بابو تري تي تي تي، حاجه كده يعني. والله شريف، والله انا لو معاك كنت هبقى في مدرسه عاشور جدا. وقتنا يا بابا. لا مش كده، لو انت مش عارف ايه كان في ضرب، انا وابني فن ومش فن وكده وبتاع، وانا بعيله امي بقى، وانت حفيد رفاعة الطهطاوي وحاجات كده. يبقى صاحب عود يعني بالظبط يعني. لا كان في معارضه شويه، وانا مدخلك الجامعه الامريكيه ليه؟ طبعا البقين اللي احنا بنسمعهم دايما دول عادي يعني، كان معاك فلوس شويه وانا وصرف عليك الفلوس دي كلها عشان مش عارف ايه. قلت لها حاجه بس انا عايز افهمك حاجه يعني، ان هو المفروض ان شاء الله انه الشغلانه الثانيه دي بتعمل فلوس كويسه. والله يعني والله العظيم يا حاجه، والله ربنا في شارع الهرم والكباريهات بتعمل. طب عايز اقول لك على حاجه مجنونه. اول ما نزلت كان ايه رياكشن؟ انه ما بصي مجنون يعني اصلا، انت عمال تقول له هغني بقى، قال لك بقى ده هيغني بقى حاجه، انت هتغني طربي. لا اقول لك حاجه، هم طبعا كانوا عارفين ان هو الاغاني دي مجنونه. اولا انا كنت عاملها عندي 14 سنه يعني، هم عارفينها. يعني انت بتصور الكليب وانت عندك 14؟ لا الاغنيه نفسها كانت موجوده وانا عندي 14 سنه، كنت بعملها. انت كاتبها وملحنها؟ وكنت بعملها وبغنيها لاصحابي في المدرسه. الله. وبعد كده في الجامعه وهكذا. طبعا انا مجنونه ما كنتش مقتنع بيها خالص، وجت بالصدفه البحته. انا كنت قاعد مع المنتجين الاولين بتوعي، كانوا اكشلي هم اصحابي وكانوا عايزين يساعدوني، وكان ليهم علاقات في المجال الفني. وبعد كده محدش راضي ياخدني. رحت كل المنتجين في مصر بدون ساعدت على اصحابك. والله العظيم قصه نجاح. محدش والله محدش راضي ياخدني. وكله اللي يقول لي انت صوتك حلو بس ما تلحنش، واللي قال لي انت كله بيعدل في الموهبه، انت لحن بس انت ما تعرفش تغني، واللي قال لي انت مالكش فيها وهكذا. انت بتلبس كده ليه؟ ما فيش حاجه. انا قلت لهم يا جماعه انا كومبو يعني، انا الراجل جاي بالبطاطس بتاعتي بالحاجه الساعه، انا ما حدش هيقول لي حاجه. بس فالمهم فاصحابي دول اقتنعوا وقالوا لي بص يا محمود، انت لازم ايه، انا خلاص احنا ننتج لك. اوكي بجد والله. هو كان اخو واحد صاحبي فا اسمه ايمن عباس، طبعا بحييه وهو كمان كتير. ايمن عباس. اوكي. والكافيه ماشي حلاوه وتمام. لا ايمن عباس اللي هو بيبقى مش ايمن عباس بتاع الكافيه. لا مش اللي بيقعد معاكوا على القهوه. لا مش ايمن عباس اللي بيقعد معانا على القهوه. ايمن عباس اللي هو بيبقى ابن ممدوح عباس. اوكي. وحازم عقيل وشامل ابو الفضل، هم الثلاثه وقفوا، هم قالوا احنا وي بيليف ان يو. دفعوا فيها كتير. دي كانت ايام دي كانت من كام سنه. هم خدوا ريسك يعني، هم مش حتى دفعوا، هم عملوا البوم كامل.